بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. كونوا معنا في خندق الدعوة إلى الله عز وجل وتعظيم شرع الله عز وجل، فهذا خير لكم في الدنيا والآخرة، فلن تغني عنكم الكراسي والمناصب من الله عز وجل شيئا. قضية العمل من أجل الإسلام ونصرة هذا الدين هي التي تحفظ على القلب حياته وحيويته، تحفظ عليه أنه يشعر لا يزال ينبض ولا يتوقف عن الحركة، لأن القلوب المريضة توشك أن تتوقف وتوشك أن تموت. أين الولاء والبراء؟ أين أمة الإسلام؟ أين الحب في الله والبغض في الله؟ أين المسجد الأقصى؟ يقول الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. هذه الطاعة يجب أن نخلصها لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وإن أطعنا الأمراء والعلماء فيكونوا إذا أمروا بطاعة الله سبحانه وتعالى. ثم أتوجه بالتهنئة لأخي الحبيب الشيخ هيثم تهنئة خاصة، فأسأل الله عز وجل أن يبارك فيه وفي سعيه وفي عمله. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فهذا الفرح الحقيقي الذي يسعد به الإنسان في الدنيا قبل الآخرة، أن تستشعر أن النصر لهذا الدين والمستقبل للإسلام، النصر لطريق الأنبياء والمرسلين والمستقبل لدين الله عز وجل. كل حق لا بد وأن يكون له أعداء، لا بد وأن يكون له أناس يكرهونه. والمؤمن يعلم أنه على الحق حتى ولو كان وحده في هذه الأرض. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأهلا ومرحبا بكم في هذا الحفل المبارك إن شاء الله تبارك وتعالى. بداية نهنئ العروسين والزوجين، فنقول بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير وعلى خير، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل الزيجة أو هذه الزيجات زيجة مباركة طيبة، وأن يرزق الزوجين الذرية الصالحة الطيبة المؤمنة. وإن كانت هذه تهنئة للعروسين فهناك تهنئة لا تقل عنها، وهي التهنئة لوالدي العروسين، لوالدي العروسين من تعب وسهر وربى وبذل الجهد وأنفق المال. يقول الله تبارك وتعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. وقال الله تبارك وتعالى: هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها. قال الإمام ابن كثير عليه رحمة الله في الكلام على الآية الأولى: ثم من تمام رحمته تبارك وتعالى ببني آدم أن جعل أزواجهم من جنسهم وجعل بينهم وبينهن مودة، وهي المحبة، ورحمة وهي الرأفة. فإن الرجل يمسك المرأة إما لمحبته لها أو لرحمته بها بأن يكون لها منه ولد، أو هي محتاجة إليه في الإنفاق، أو للألفة بينهما وغير ذلك. نبدأ حفلنا هذا بخير الكلام، كلام الله تبارك وتعالى،
والأخ محمود فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا برد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون. والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات. أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون. ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون. فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون؟ الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. وضرب الله مثلا الرجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على موليه أينما يوجهه لا يأتي بخير. هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم؟ ولله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب. إن الله على كل شيء قدير. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا والله أخرجكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. ألم تروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون.
سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم باسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون ويوم نبعث من كل أمة شهيدا ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعبون وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم قالوا ربنا شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون وألقوا إلى الله يومئذ السلم وضل عنهم ما كانوا الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين أمامة بنت الحارث ابنتها حين زفت إلى زوجها فقالت أي بنية إن الوصية لو كانت تترك لفضل أدب أو لتقدم حسب لزويت ذلك عنك ولأبعدته منك ولكنها تذكرة للغافل ومعونة للعاقل أي بنية لو أن امرأة استغنت عن زوج لغنى أبويها وشدة حاجتهما إليها كنت أغنى الناس عن ذلك
ولكن النساء للرجال خلقنا ولهن خلق الرجال. أي بنية إنك قد فارقت الحمى الذي منه خرجت وخلفت العش الذي فيه درجت إلى وكر لم تعرفيه وقرين لم تألفيه فأصبح بملكه عليك مليكا فكوني له أمة يكن لك عبدا وشيكا واحفظي له خصالا عشرا تكن لك ذخرا. فأوصت هذه المرأة ابنتها بعشر وصايا. هذه الوصايا نعرفها بعد كلمة فضيلة شيخنا الحبيب الشيخ أحمد فريد جزاه الله خير. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ثم ما بعد، فأحيي أخي الحبيب الشيخ محمد الصاوي وابني الحبيب يعني هيثم، وأسأل الله تعالى أن يبارك في العروسين وأن يبارك عليهما وأن يجمع بينهما في خير. وأعتذر للمشايخ الفضلاء الحضور لظروف الدرس يعني بعد العشاء، فليس لفضل أتكلم يعني قبلهم، وهم كما أحسب يعني أفضل مني. أسأل الله تعالى يعني أن يبارك فيهم وأن ينفع بهم وأن يفتح بهم. ثم أما بعد، فلا شك أن الإسلام يهاجم يعني هجمات يعني كثيرة متوالية، وللأسف الذين يهاجمون الإسلام في هذه المرة ليسوا هم العلمانيون وليسوا هم اليهود والنصارى، وإن كان هذا بإعاز يعني من اليهود والنصارى، ولكن للأسف ممن هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، ولكنهم للأسف دعاة على أبواب جهنم، فصاروا في خندق واحد مع أعداء الإسلام يصدون عن سبيل الملك العلام ويحاربون الالتزام بشرع الله عز وجل. ونحن في أزمنة متأخرة اختلط فيها الحابل بالنابل، وكثرت فيها الشبهات وكثرت فيها الشهوات، وإن كان في مسألة النقاب يعني خلاف يدور بين الوجوب والاستحباب، فهم مجمعون عند خوف الفتنة وعند انتشار الفتن وغلبة الشهوات، وعندما يكون الناس لا يستطيعون أن يغضوا أبصارهم، فأجمع العلماء على وجوب تغطية الوجه. والآيات كثيرة يعني مشهورة يعرفها الإخوة الكرام، منها آية الحجاب في سورة الأحزاب: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. وكما يقولون الحكم يدور مع العلة، فذكرت العلة وهي طهارة القلوب. فإذا طلب يعني من الصحابة الكرام أبر الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا ألا يكلمنا أمهات المؤمنين إلا من وراء حجاب، وكانت العلة يعني هي طهارة النفوس وطهارة القلوب، فكيف يكون هذا واجبا من باب الأولى بين الرجل والمرأة الأجنبية؟ ثم الذين يقولون هذا خاص بأمهات المؤمنين، يجاب عنهم أيضا بأن الخطاب لأي شخص في الأمة هو خطاب لجميع الأمة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما قال لابن عمر: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، ليست هذه نصيحة لابن عمر وحده وقفا عليه، ولكنها نصيحة لكل الأمة أن يكون المؤمن في الدنيا كأنه غريب أو عابر سبيل. ولما قال ابن عباس رضي الله عنهما: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، لم تكن هذه الوصية خاصة بعبد الله ابن عباس رضي الله عنهما، ولكنها وصية للأمة. وعلى القول أيضا بالخصوصية، هذه خاصة بأمهات المؤمنين، فيدل على العموم الآية الأخرى في سورة النور قوله عز وجل: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. فيدخلن في الخطاب، لأن جمع في الآية بين أمهات المؤمنين وبنات النبي
الكريم صلى الله عليه وسلم ونساء الأمة. أيضا قوله عز وجل وليضربن بخمرهن على جيوبهن، فالمرأة إذا ضربت بالخمار وهو غطاء الرأس، الخمر سميت خمرا لأنها تغطي العقل، فإذا ضربت بالخمار على الجيب اللي هو فتحة الصدر فلا شك أن هذا يعني تغطية الوجه وستر الوجه والرقبة، لأن نساء الجاهلية كنا سافرات كانت تلقي بالخمار خلف ظهرها، فأمرت بإلقائه أمام وجهها من أجل أن تستر وجهها ومن أجل أن تستر رقبتها. والله جل يقول ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، فإذا منعت المرأة من أن تضرب برجلها لأن صوت الخلخال في رجلها قد يؤثر يعني على من فيه يعني مرض الشهوة، فكيف تؤمر المرأة يعني بكشف وجهها؟ فإذا كان صوت الخلخال يؤثر فألا يؤثر ظهور المرأة بوجهها أمام الأجانب؟ والأحاديث أيضا كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم المرأة عورة، رواه الترمذي وصححه الألباني في الإرواء، فإذا خرجت استشرفها الشيطان. قال إمام أحمد بأن المرأة عورة حتى ظفرها لا يبدو يعني منها يعني شيء. ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال من جر إزاره خيلاء لينظر الله إليه يوم القيامة، فقالت أم سلمة رضي الله عنها ما يفعل النساء بأزرهن؟ فقال يرخينه شبرا. فقالت أم سلمة إذن تبدو أقدامهن، يعني قد يبدو القدم إذا كان إرخاء الإزار شبر واحد، فقال يرخينه ذراعا، ما قال إن القدم ليست عورة. والإنسان لو شاف قدم امرأة قد يختلط عليه الأمر هل هو قدم امرأة أو قدم رجل، فليس فيه فتنة كما في الوجه يعني فتنة. والنبي صلى الله عليه وسلم ما قال إن القدم ليست عورة، بل لما قال يرخينه شبرا فقالت أم سلمة إذا تبدو أقدامهن، فقال يرخينه ذراعا. فنلاحظ أن أعداء الإسلام يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، وليست هذه أول يعني معركة، ولكن قبل ذلك ختان النساء وتعدد الزوجات وهلم جرا، وهذه علامة النفاق أنهم لا يخضعون لحكم الله ولا يرضون بشرع الله عز وجل. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدورا. فالمفتي وشيخ الأزهر وزير الأوقاف يعلمون هذه النصوص الصحيحة المحكمة من الكتاب والسنة، ولكنه الخوف على الكرسي المهزوز يبيعون يعني الآخرة بالدنيا، وبئس التجارة. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وشأن المنافقين أنهم مع أعداء الإسلام ومع اليهود والنصارى، ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون. فهذا شأن المنافقين، هم أعداء الإسلام، هم حرب على الإسلام، بل النفاق الأكبر أشر من الكفر، كما قال عز وجل إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. فنحن ندعو هؤلاء شيخ الأزهر وندعو وزير الأوقاف وندعو المفتي وندعو رئيس جامعة القاهرة الذي أعلن بأن جامعة القاهرة لا دين لها، وأنهم يعني منعوا حتى القرآن في بداية المحاضرات والاجتماعات، فندعو هؤلاء جميعا إلى التوبة إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله، ونقول لهم كونوا معنا في خندقنا لا تكونوا مع أعداء الإسلام ولا تكونوا حربا علينا مع اليهود والنصارى، توبوا إلى الله وارجعوا إلى الله وكونوا معنا في خندق الدعوة إلى الله عز وجل وتعظيم شرع الله عز وجل، فهذا خير لكم في الدنيا والآخرة، فلن تغني عنكم الكراسي والمناصب من الله عز وجل شيئا، وإذا استمررتم على ذلك سوف تلقون في مزبلة التاريخ تتبعكم اللعنات. فنسأل الله تعالى
يعني أن يتقبل منا ومنكم سائر الطاعات، وأن يثبت يعني أخواتنا على النقاب والحجاب، وأن يثبت إخواننا، وأن يجمعنا كما جمعنا في هذا المكان في فردوس الأعلى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. أوصت أمامة بنت الحارث ابنتها فقالت: احفظي خصالا عشرا تكن لك ذخرا. قالت: أما الأولى والثانية فالصحبة له بالقناعة، والمعاشرة بحسن السمع والطاعة، فإن في القناعة راحة القلب، وفي حسن المعاشرة مرضاة الرب. وأما الثالثة والرابعة فالمعاهدة لموضع عينيه والتفقد لموضع أنفه، فلا تقع عيناه منك على قبيح، ولا يشم منك إلا أطيب ريح. طبعا لا تقع عيناه منك على قبيح ولا يشم منك أطيب ريح، طبعا لا شك أن أطيب ريح دي غير ريحة الثوم والبصل أكيد يعني. قالت: أما الخامسة والسادسة فهذه نعرفها بعد كلمة شيخنا الحبيب الشيخ آسف برهان جزاه الله خير. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك للزوجين في زوجتيهما، أظن في فرحين مش كده، حسام وهيثم، وأن يبارك لهم وفيهم وعليهم، وأن يجمع بين كل واحد منهم وأهله في خير. نحمد الله سبحانه وتعالى أن يسر لنا شهود أفراح إخواننا وأخواتنا وأبنائنا وبناتنا، ذلك من فضل الله سبحانه وتعالى علينا أن نرى استمرار الالتزام رغم كل العقبات ورغم كل المحاولات للصد عن سبيل الله سبحانه وتعالى. لا تزال أجيال تلو أجيال تجتهد في الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى ومعرفة كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، والعمل من أجل الإسلام. والعمل من أجل الإسلام نعمة عظيمة، كما أنه جزء من العمل بالإسلام، فلا يكون الإنسان صادقا في عمله بالإسلام إلا إذا كان يعمل من أجله، لأن الله سبحانه وتعالى فرض علينا نصرة الدين، وهذا هو الولاء لله عز وجل، أن تنصر دينه بكل ممكن ومستطاع. وفرض علينا الولاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يشمل نصرة سنته صلى الله عليه وآله وسلم، ففرض على كل مسلم ومسلمة، كما يحب دين الله سبحانه وتعالى، يحب الله عز وجل، يحب رسوله صلى الله عليه وسلم، أن ينصر الله بنصرة هذا الدين، وأن ينصر الرسول صلى الله عليه وسلم بنصرة سنته، وأن ينصر المؤمنين بنصرة ظالمهم بمنعه من الظلم، ومظلومهم بأن يمنعه ممن ظلمه، ويعينه على قضاء حاجته وأخذ مظلمته ممن ظلمه. فالمؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، وقضية العمل من أجل الإسلام ونصرة هذا الدين هي التي تحفظ على القلب حياته وحيويته، تحفظ عليه أنه يشعر لا يزال ينبض ولا يتوقف عن الحركة، لأن القلوب المريضة توشك أن تتوقف وتوشك أن تموت. ومن أعظم أسباب المرض أن يقول الإنسان: لا شأن لي بالمسلمين ولا بقضاياهم. قد فقد معنى النصيحة لهذا الدين ولكتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قيل لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فلا بد من النصيحة، ولا بد أن يكون الإنسان مهتما بشأن المسلمين وأمرهم. ولقد جعل الله سبحانه وتعالى من خصال النفاق ما ذكر
في قوله عز وجل وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما فجعل الله الذي لا يشعر بأن نصر المسلمين نصر له وأن هزيمتهم جرح له من يحمد الله سبحانه وتعالى على نجاته في مصيبة المسلمين ويتأسف على فوات حظه الدنيوي في غنيمتهم ليس صادق الإيمان عنده خصلة من خصال النفاق نسأل الله العافية لذلك المؤمن يستشعر دائما أن قضايا الإسلام هي قضاياه في كل موقعة في كل معركة حسية كانت أو معنوية هي قضيته يسعى لإظهار كلمة الله فيها وإعلاء شرعه حتى تكون كلمة الله التي هي شرعه هي العليا كما أن كلمته الكونية هي العليا شاء الكفار أم أبوا فكلمة الله هي العليا أمره نافذ لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فهو قادر عز وجل على أن ينتصر من الكافرين والمنافقين ولكن جعل سبحانه وتعالى وظيفة المؤمنين أن يبذلوا كل جهد ممكن ومستطاع لتكون كلمة الله الشرعية التي هي كتابه الذي أوحاه إلى رسوله صلى الله عليه وسلم وما تضمنه من الشرائع هي العليا وهذا هو الذي يفترق فيه أهل الإسلام وأهل الكفر ويختلفون فيه وكذلك أهل النفاق فإنهم مع أعداء الإسلام لا يريدون أن تكون كلمة الله هي العليا يريدون أن تكون الآراء والأهواء والشهوات والشبهات هي العليا تكون كلمة السادة والكبراء ولو خالفت دين الله عز وجل وشرعه وآيات كتابه وأحاديث رسوله صلى الله عليه وسلم يريدون أن تكون هي العليا دون قال الله وقال الرسول حتى قال قائلهم الشرع يحرم ونحن لا نجرم نعوذ بالله من الضلال فمثل هذا يدلك على قضية المرجعية وقضية الالتزام بهذا الدين فالمسلمون يريدون أن تكون كلمة الله هي العليا وهذا العمل من أجل الإسلام معناه أن نعمل لتكون المرجعية التي لا مرجعية بعدها ولا تحتاج إلى تزكية من أحد إلى الكتاب والسنة إذا قال الله وقال الرسول صلى الله عليه وسلم لم نر لأنفسنا خيارا ولم نر لغيرنا كذلك وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا فمن يرى لنفسه اختيارا بعد أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم فليس بمؤمن بهذه الآية الكريمة الواضحة الجلية فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما فلا إيمان ولا إسلام بغير ذلك حتى يسلم الإنسان تسليما حتى يتحكم إلى شرع الله سبحانه وتعالى وليست القضية مختصة بقوانين وليست مختصة بمجرد جرائم يعاقب عليها بطريقة معينة بل الأمر أعظم من ذلك وأوسع في كل شأن من شؤون الحياة لابد إذا قال الله وقال الرسول صلى الله عليه وسلم فلا بد لنا أن نستجيب هذه هي القضية الأساسية التي هي حقيقة الإيمان والعمل لإعلاء هذا الأمر ولإعلاء شرع الله هو من العمل بالإسلام هو من العمل بالإسلام لا يكون مؤمنا حقا وصادقا في انتسابه إلى هذا الدين من ترك هذه القضية أو رضي بأن يكون غير شرع الله هو الأعلى
وسلم لذلك ودافع عن أصحابه ورضي بفعلهم وحاول تثبيت أمرهم، فإن المؤمن لا يمكن أن يرضى بمثل هذا الأمر، لا يمكن أن يرضى بتثبيت أمر من يدعو إلى النار ويدعو عباد الله إلى ترك طاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم جملة وتفصيلا. لا بد أن تكون المرجعية إلى الكتاب والسنة لا إلى الأحبار والرهبان الذين أفسدوا الدين، كما قال ابن المبارك: وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها. فنوعية خبيثة قال عنها النبي عليه الصلاة والسلام: وإنما أخشى على أمتي الأئمة المضلين. جمعهم عبد الله بن المبارك في هؤلاء الثلاثة: وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها. علماء السوء، ملوك السوء، عباد السوء، يظهرون أنهم عباد زهاد، وهم في حقيقة الأمر يأكلون الدنيا بالدين. وهكذا أيضا الذين يحللون ويحرمون دون مستند من شرع الله سبحانه وتعالى، فهم أحبار السوء. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. فتبين بذلك أن اتباع الهوى والإخلاد إلى الأرض وشهواتها هو سبب هذا الحال الذي حذر الله منه. وكذا ملوك السوء الذين يأمرون بغير أمر الله عز وجل، يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، كما سماهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما أرسل الله من نبي قبلي إلا كان له أصحاب وحواريون يستنون بسنته ويهتدون بهديه، ثم إنه تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون. فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، ليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. هكذا رواه مسلم في صحيحه. لذلك نقول: إن العمل من أجل الإسلام منة عظيمة من الله سبحانه وتعالى، لابد أن يتشبث بها وأن يحافظ عليها كل أخ من الله عليه بالالتزام. وسل نفسك دائما: ماذا قدمت لهذا الدين؟ سل نفسك: ماذا قدمت أيها النفس لهذا الدين؟ وهل كنت دائما مستعدا للتضحية بالغالي والنفيس في سبيل إعلاء كلمة الله؟ أم أنك عندما تأتي الأزمات والمحن فأول ما تقدمه هو الطاعة، أول ما تقدمه قربانا لمن يضع لك العوائق ويمتحنك بالآلام، أن تقدم له قربانا طاعتك لله تذبحها كما ذبحها الكثيرون حين قدموا دينهم كله قربانا لأعداء الإسلام، ووالوا هؤلاء الذين حاربوا الدين وأطاعوهم واتبعوهم وقد أضلوهم السبيل. انظر دائما واعلم أن الصبر مع أن النصر مع الصبر، وأن الفرج وأن الفرج وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك نقول: لا بد وأن نواظب ونواصل عملنا والتزامنا بهذا الدين والعمل من أجله والدعوة إليه مهما كانت العقبات ومهما كانت التضحيات. والله عز وجل ناصر دينه ومظهر كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وممكن لعباده المؤمنين دينهم الذي ارتضى لهم.
وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لأستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا وعهدي بالعريسين الرجلين العروسين على الصحيح أنهما دائما كانا من المشاركين في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى ونرجو الله أن يكون ارتباطهما بزوجتيهما ارتباط كل منهما بزوجته سببا لمزيد المشاركة في العلم والعمل والدعوة إلى الله والثبات على الحق نسأل الله أن يبارك لهم وفيهم وعليهم وأن يجمع بين كل واحد منهم وأهله في خير أقول قولي هذا وأستغفر الله لي. قالت أمامة بنت الحارث وأما الخامسة والسادسة فالتعاهد لوقت طعامه والتفقد لحين منامه فإن حرارة الجوع ملهبة وتنغيص النوم مغضبة حرارة الجوع ملهبة هناك بعض الرجال إذا جاع شوف شو قدامه ما عرفش بيعمل إيه فلا تضطره إلى ذلك حرارة الجوع ملهبة وتنغيص النوم مغضبة وأما السابعة والثامنة فالاحتراس بماله والإرعاء على حشمه وعياله وملاك الأمر في المال حسن التقدير وفي العيال حسن التدبير وأما التاسعة والعاشرة فبعد كلمة شيخنا الحبيب الشيخ عبد المنعم الشحات إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ثم أما بعد فبداية نهنئ إخواننا اليوم فنهنئ كل عروس وعروسه ونقول لهما بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير ونحن إنما جئنا اليوم لكي نشارك في هذا الحفل ونهنئ هذه التهنئة لأن هذا مما علمنا إياه نبينا صلى الله عليه وسلم وهو جزء من تشريعات عامة هي حقوق الأخوة التي هي جزء من عقيدة كبرى هي عقيدة الولاء والبراء وعليها قامت هذه الأمة قامت هذه الأمة على أن أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله وبها بلغت الأمة ما بلغت وبها تمسكت الأمة بكتاب الله عز وجل وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والآن وقد انعكست الأمور وانقلبت الموازين فمن عجيب الأمر أن تجد في هذه الأزمنة إذا ما طلعت وسائل الإعلام المكتوبة أو المقروءة أو المسموعة أو المرئية ستجد الكلام على حرب شرسة وموقعة كبرى وأرض سوف تتحول إلى جحيم فبين من ستدور هذه المعركة ستدور بين فريقين كرويين يمثلان دولتين إسلاميتين ولكن الإعلام لا يقيم للإسلام وزنا طالما جاءت الكرة ولا يقيم للعربية ولا للقومية العربية التي أرادوها بديلا عن الإسلام وزنا إذا جاءت الكرة وإذا سألت من يتصدرون للفتوى من نوعية هؤلاء الذين كانوا يرون بالأمس القريب أن ستر الوجه لوجهها أن ستر المرأة لوجهها هو إما واجب وإما مستحب فلما تغيرت الأمور وتحركت المنظمات الدولية ولما صار
ستر الوجه عادة دخيلة على الإسلام. هم أنفسهم الذين إن سألتهم عن لعب الكرة أجابوك فقالوا هذا من أنواع التريض الذي يحتاجه كل أحد، وهذه المسابقات الكروية مما تنمي التعارف ومما تزيد التآلف بين الشباب المسلم. وهم أنفسهم إن سألتهم عن الغناء قالوا لك الغناء كلام، حسنه حسن وقبيحه قبيح، وكأن السائل من كوكب آخر، وكأن الذي يجيب من كوكب ثالث، وكأن الغناء الذي يسأل عنه لم يأتي قبل فقرة هذه الفتاوى بفقرة ويأتي بعدها بفقرة، وهو غناء قد تجاوز مرحلة الكلام إلى مرحلة الرؤية، وصار كله عري في عري، ومع ذلك سيصر من يجيب أن يجيبنا بتلك الإجابة التي ليست فيها نصيحة للسائل، ولن يبين أن هذا الذي حسنه حسن وقبيحه قبيح هو الشعر، وأنه متى اقترنت به الموسيقى فقد صار محرما من أجل الموسيقى، ثم متى اقترنت به تلك الصور العارية فقد صار يئن منه أهل الغناء أنفسهم، وسيظل هؤلاء يفتون بهذه الفتاوى، وستظل الكرة عندهم وكأنهم يصفون تلك الكرة التي يتريض بها الأطفال في الشوارع، هي وسيلة للترويح عن النفس ووسيلة للتعارف والتآلف. وأما أنها صارت مسابقة مخالفة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم لا سبق إلا في خف وحافر ونصر، وهي الأمور التي تعين إعانة مباشرة على الجهاد وليست مجرد رياضة عامة، فالرياضة العامة إنما تصنف في فقهنا تحت باب اللهو المباح، فإنما يقال عنها لهو حتى لا يستكثر الإنسان منها، وهو مباح ليأخذ منها قدرا يستعين به على أن يستمر في حياته، فصارت مسابقة وهذا مخالفة لشرع الله تبارك وتعالى، ثم صارت يقطع من أجلها أواصر الولاء والبراء بين الأمة الإسلامية، حتى أنك بالفعل تجد مصطلحات الحرب والمواقع الحربية والمعركة الحاسمة والإستاد الذي سيتحول جحيم على القادمين، أين الولاء والبراء؟ أين أمة الإسلام؟ أين الحب في الله والبغض في الله؟ أين المسجد الأقصى؟ ستجد أن اختيار اليهود لذلك التوقيت بالذات وقت توقيت تصفيات كأس العالم، حيث تفرض الطبيعة الجغرافية أن يصطدم أكثر من بلد إسلامي سواء في الشق الإفريقي أو في الشق الأسيوي، وتعلن النعرات الجاهلية كأعلى ما تكون من أجل لعب كرة، فعندما تكون النعرات الجاهلية في أعلى ما تكون تكون الفرصة مواتية لليهود كأعلى ما تكون أن يجربوا خططهم في اقتحام المسجد الأقصى، وأن يجربوا خططهم في ما يظهرون من أنواع العداء وأنواع الانفراد بإخواننا في فلسطين. هكذا أرادوا وهكذا خططوا، وهكذا يستمر الإعلام في نفس الطريق، نفس طريق التغييب الذي يغيبون بها الأمة عن دينها. ولكن بقيت باقية لم تغيب من أجل الكرة، فلا بأس بإلهائهم بأمر آخر، بأن يخرج من يطعن في شريعة كشريعة النقاب، فتجد نفسك أمام خيارين أحلاهما مر، فإن سكت وقلت نتكلم عن مخططات اليهود وهدم اليهود للمسجد الأقصى أو محاولتهم، ظفروا منك بهذه وتلك، وخرجت هذه الحشرات من جحورها وهاجمت دين الله تبارك وتعالى وظفرت بما ظفرت به، وإن تكلمت وانشغلت ظفروا بما أرادوا بأنك انشغلت عن قضايا أخرى يريدون أن يشغلوك عنها. والعلاج في أن تعلو الهمم لكي تكون على مقدور التحديات، التحديات كثيرة، فلا ينبغي أن يشغلنا أمر عن أمر، ولا ينبغي أن يشغلنا الدفاع عن أعراضنا، عن الدفاع عن ديننا، عن الدفاع عن إخواننا، لأن هكذا قدرنا أن نعيش واليهود يتسلطون على العالم ويؤذون من يؤذون في الشرق وفي الغرب،
كما أنهم يرهبون من ينتسبون إلى الدين في بلادنا، يرهبونهم بأنهم إن لم يستجيبوا لهم فيهاجموا النقاب ويهاجموا الالتزام وكذا، صاروا إرهابيينهم أيضا وصاروا متطرفين ولم يعد لهم مكان في المجتمع الدولي، فينقاد إليهم هؤلاء متناسين قوله تعالى ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، فيرضوهم بأنواع من التنازلات وأنواع من الهجوم على شرائع يعلمون أنها من دين الله، ونحن ينبغي علينا أن ندافع عن هذا وعن ذاك. وهمة المسلم تتسع، وإذا أردت مثالا ونحن الآن في مناسبة زواج فخذ مناسبة زواج، زواج حنظلة غسيل الملائكة من جميلة رضي الله عنها، تم أثناء الاستعداد لغزوة أحد، لم يمنع هذا من ذاك، بل كان حنظلة رضي الله عنه يرابط مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يستأذن بالليل ليزور زوجتها التي لم يكن قد بنى بها بعد، وإنما عقد عليها، وبينما هم يرتبون للبناء جاءت الغزوة، خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يستأذن بالليل ليعود فيرى زوجته، ثم يعود للمرابطة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كان اليوم الذي جاء فيه جيش المشركين وكانت فيه وقعة الوقعة الكبرى، وكان قد استأذن ليرى زوجته، وكانت هي قد رأت رؤيا أولتها بأنه رضي الله عنه سوف يستشهد، فلما أولت الرؤيا بما أولت حرصت أن يكون البناء فعليا، علها أن تعلق منه بولد يكون ابنا لشهيد. هذه هي أمة الإسلام، لا يمنع الجهاد الزواج، ولا تمنع الشهادة الإنجاب، ولا يمنع، إنما تتسع الهمم لهذا كله. فلما جاء بعدما رأت تلك الرؤيا في الليلة التي قبلها بعثت إلى 4 من قومها فأشهدتهم أن اليوم سيتم البناء، وتم البناء بشهادة 4 من قومها، وهذا مما يدل على فقهها رضي الله عنها، فإن العقد يختلف عن البناء، وإذا كان العقد يكتفي فيه بالإشهاد فإن البناء لابد من إشهاره ليعلم الناس أنه قد حدث بناء بالفعل، فأحكام المدخول بها غير أحكام المعقود عليها. وعلق بها، وكان ما كان بين الرجل وزوجه، وبينما هو كذلك إذ ينادى بالنفير العام، قدم جيش المشركين، فقام من على امرأته دون أن يغتسل، فذهب فقاتل فقتل، فغسلته الملائكة، وكان لها منها ولد، وكان يلقب بعد ذلك بابن الغسيل. هذه أمة الإسلام، أمة الإسلام تستطيع بفضل الله تبارك وتعالى، تستطيع على مستوى الدعاء وعلى مستوى المدعوين وعلى جميع المستويات أن تقاتل في معركة الحجاب، وتقاتل في معركة الأقصى، وتقاتل في معركة العلمنة، وتتعلم الفقه والطهارة والعقيدة، وتحفظ أبنائها القرآن، فقط أن توجد الهمة، وأن نستعين بالله تبارك وتعالى على ذلك. أم سليم رضي الله عنها مات طفلها، وحزنها وحزن الأم على ابنها يكون على ما تعلمون من قدر وعظم، ومع ذلك وجدت في قلبها متسعا أن تتزين لزوجها لكي تصبره على فقدان ابنهما. عمر رضي الله عنه يطعن وهو في الصلاة، طعنة نفذت إلى بطنه ومع ذلك استدار خلفه، لم يضع يده على جرحه يمنع نزيف الدم، وإنما بحث عمن يجذبه ليتم الصلاة بالناس، فإذا بعبد الرحمن بن عوف فقدمه لكي يصلي بالناس. هذا هو عمر، وهو في هذا الموقف العصيب يهمه من سيؤم الناس في الصلاة، ثم ينصرف يحملوه إلى بيته فيقول هل صليتم؟ هذا أول ما يشغل باله، يقولون نعم، يقول إن أعظم أموركم عندي الصلاة، لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة.
ها هو عمر يحتضر. من هو عمر؟ خليفة المسلمين. أعلم أهل الأرض آنذاك، أفضل أهل الأرض آنذاك. يحتاج الأمر إلى ترتيب من يخلفه، يحتاج الأمر إلى أن يرتب هو، أن يوصي إن كان له وصية، يحتاج أن يبحث عن مكان يدفن فيه، ويرسل من يستأذن عائشة رضي الله عنها. ومع هذا يأتيه شاب يثني عليه خيرا ثم ينصرف، فيرى أن ثوبه طويل، يقول ردوا علي الشاب. فلما ردوه عليه قال: يا ابن أخي قصر ثوبك فإنه أطهر لثوبك وأرضى لربك. هذا الذي يتحتم علينا الآن أن نقتدي بعمر وبهذا الجيل فيه، بأن نكون على مستوى المسؤولية، وأن نستطيع أن نجاهد في جميع الجبهات، وألا يشغلنا أمر عن أمر. نسأل الله تبارك وتعالى أن يمسكنا به حتى نلقاه عليه، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في العروسين، وأن يبارك عليهما، وأن يجمع بينهما في خير. وأقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم. وأما التاسعة والعاشرة، تنهر تحفظوا الكلام ده يعني عشان تاخدوا كده تروح تقولوا في البيت النهاردة. واللي مش حاضر واللي مش متجوز برضه ان شاء الله يعني حين تزوج احفظ يعني، وانت احفظ لك وعليك، مش لازم تحفظ ليك بس يعني، احفظ لك وعليك. فكما هذه نصيحة الى المرأة، فالرجل لابد ان ينتبه ويأخذ ما فيها من فائدة. قالت: اما التاسعة والعاشرة فلا تفشين له سرا ولا تعصين له امرا، فانك ان افشيت سره لم تأمني غدره، وإن عصيت أمره أوغرت صدره. واتق مع ذلك كله الفرح إذا كان ترحا، يعني ما تفرحش وهو حزين، يبقى هو مغموم وهي مبسوطة، تعملش بالعكس معاه. والاكتئاب إذا كان فرحا، فإن الأولى من التقصير والثانية من التكدير. وأشد ما تكونين له إعظاما، أشد ما يكون لك إكراما. وأشد ما تكونين له موافقة، أطول ما يكون لك مرافقة. يعني كل ما أطاعته ووافقته في المعروف طبعا، كلما كان هذا أدعى إلى دوام الرفقة ودوام العشرة. وكلما أكبرت وعظمت المرأة زوجها، كلما أكرمها وازداد في إكرامها. قالت: واعلمي يا بنية أنك لا تقدرين على ذلك، لو عايزة تعمل فعلا كده وتكون كذلك، لا تقدرين على ذلك، دلتها بقى على الأمر الجامع اللي حيساعدها في ذلك، حتى تؤثري رضاه على رضاك، وتقدمي هواه على هواك فيما أحببت وكرهت، والله يضع لك الخير وأستودعك الله. شوف هذه النصيحة، ما أحوج الأمهات إلى التنبه لمثل هذا، لنصيحة بناتهن، وما أحوج الزوجات إلى مثل هذه النصائح، وما أحوجنا نحن الرجال أن نستفيد من هذه النصائح. وكلمة الكلمة الآن والتهنئة للشيخ عصام حسنين، فليتفضل. وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وبعد، فإن الله سبحانه وتعالى أمرنا أن نخلص الطاعة له سبحانه وتعالى، وهذا هو الأصل. ثم طاعة نبيه صلى الله عليه وسلم، وهي تبع لطاعة الله إذ أمر الله عز وجل بذلك. ثم أمر بطاعة أولي الأمر، وهم الأمراء والعلماء الذين يقودون الناس ويأمرون الناس بدين الله سبحانه وتعالى. وهذا أيضا تبع لطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الطاعة في المعروف. وقال صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.
يقول ربنا عز وجل: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون، أي اتبعوا الرسول صلى الله عليه وسلم واقتفوا آثاره فيما جاءكم به من ربه، ولا تتبعوا غيره، ولا تتبعوا من دونه أولياء، لا تتبعوا غيره قليلا ما تذكرون. وفي طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم الهدى والنور، إذ يقول الله تعالى: وإن تطيعوه تهتدوا. وفي طاعته واتباعه صلى الله عليه وسلم نيل محبة الله عز وجل، ومحبة الله سبحانه وتعالى للعبد هي الشأن كله. الشأن أن يحبك الله سبحانه وتعالى، ومن أحبه الله عز وجل وضع له القبول في الأرض، وكان الله عز وجل معه بمعيته الخاصة. يقول الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. هذه الطاعة يجب أن نخلصها لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. وإن أطعنا الأمراء والعلماء فيكونوا إذا أمروا بطاعة الله سبحانه وتعالى، فلا يجوز لأحد أن يطيع أحدا في معصية الله، ولا يجوز لأحد أن يطيع أحدا أمره بخلاف أمر الله سبحانه وتعالى. يقول الله عز وجل: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. هذه الآية العظيمة تلاها النبي صلى الله عليه وسلم في وجود عدي بن حاتم رضي الله عنه، وكان حينئذ نصرانيا، فقال: يا رسول الله، لسنا نعبدهم. فقال صلى الله عليه وسلم: ألم يحرموا عليكم الحلال ويحل لكم الحرام فاتبعتموهم؟ قال: بلى. قال: فتلك عبادتهم. بيّن صلى الله عليه وسلم أن العبادة هنا في امتثال الأمر وفي اجتناب النهي، وهذه العبادة التي نتعبد بها لربنا سبحانه وتعالى، امتثال الشرع، امتثال أمر الله سبحانه وتعالى واجتناب نهي، وطاعته سبحانه وتعالى بما أمر على ألسنة رسله. فمن أطاع عالما أو عابدا فيما أحل مما حرمه الله، أو حرم ما أحله الله تعالى، فقد اتخذه ندا وجعله شريكا عياذا بالله تعالى، كما بين صلوات الله وسلامه عليه. والقيد هنا: ويعلم ذلك، أي يفعله عياذا بالله تعظيما لمن أمره أو نهاه، نعوذ بالله، فقد اتخذه ندا وجعله شريكا مع الله، وهذا هو شرك الطاعة. وهذا هو شرك الطاعة. بعض الناس منا اليوم يقول: أنا عبد المأمور، ويقول: أنا أنفذ قانونا. أنت عبد لله، لست عبدا لفلان. يقول: سيدي مرني، ولا يقول لربه سبحانه وتعالى مرني، لا يمتثل أمر ربه سبحانه وتعالى، إنما يمتثل أمر إنسان يأمره بمعصية الله، أو يأمره بصد عن سبيل الله، أو يأمره بخلاف ما أمر الله سبحانه وتعالى، أو يأمره بظلم أو إلى آخر ذلك. لا، الطاعة في المعروف. وبعض الناس يحتج بالآية في غير محلها، فيقول لك: يقول الله: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. لا، طاعة أولي الأمر في المعروف، إنما الطاعة في المعروف. فإذا جاء مثلا المفتي وقال: ختان الإناث حرام، ويجرم ختان الإناث، نقول له: قد حرمت ما أحله الله. بالإجماع، كما حكى ابن حزم في مراتب الإجماع، ختان الإناث مباح،
ختان الإناث مباح، أجمعت الأمة على أن ختان الإناث مباح، فإذا جئت أنت وقلت حرام قد حرمت ما أحله الله، قد حرمت ما أحله الله، فلا يجوز لك أيها المسلم أن تطيعه في ذلك، لا يجوز لك أيها المسلم أن تطيعه في ذلك. لا تحتج بالآية تقول أولي الأمر منكم، لا تقل هذا المفتي وهذا العالم حرم على الناس ما أحله الله، هذا إجماع المسلمين، لا تجوز عندئذ له طاعة، لا تجوز له طاعة. إن فعلت عياذا بالله وأنت تعلم وعظمت ما فعله فقد أشركت بالله عز وجل. فيك شبه من اليهود والنصارى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. وهكذا في كل المسائل، أخلص طاعتك لله سبحانه وتعالى، انظر ماذا يطلب الله منك، ماذا يريد الله منك. أمرك الله بطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم وبطاعة الأمراء والعلماء الذين يقودون الناس بشرع الله، بكتاب ربهم سبحانه وتعالى وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. ويحذر الإنسان أن يأتي يوم القيامة عياذا بالله فيقول ربنا هؤلاء أضلونا، أن يأتي يوم القيامة وتكون مخاصمة في العرصات وفي النار بين الأتباع والسادة. نعوذ بالله من ذلك. كل منا يكون بصيرا على نفسه، كل منا يكون بصيرا على نفسه، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. عدل من الله أن يجعل كل واحد منا حسيب نفسه، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. فكن عبد الله بصيرا على نفسك، استمسك بالدين، استمسك بالإسلام، استمسك بالإسلام، وارفع به رأسا التزاما واستمساكا ودعوة إليه، وادع ربك وتضرع إليه والجأ إليه أن يمسكك إياه حتى تلقاه به، إنه سبحانه وتعالى نعم المولى ونعم النصير. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك للعروسين، وأن يبارك عليهما، وأن يجمع بينهما في خير، وأن يجعله عرسا ميمونا مباركا، وأن يجعله بيتا مؤسسا من أول ليلة على تقوى من الله ورضوان. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم. الجو وحرارة الكلمات وروعتها، ناخد استراحة، مش فاصل ونواصل يعني، لا بس استراحة خارجة عن مما يقال في ترقيق قلب الزوجة والألفة والمحبة والمودة. الهدية ان هو الرجل يهدي لزوجته وهي تهدي إليه، طبعا الراجل دايما هو في فترة الخطوبة وكتب الكتاب طالع على طول داخل على طول ايه، داخل شايل، طالع فاضي داخل شايل ومحمل لكن طالع فاضي. فيجي بعد الزواج، بعد بقى خلاص ما يتزوج ويبني بأهله، كأن موضوع الهدية ده انتهى يعني، فيقول لابد من هذا الأمر، أمر الهدية. والهدية ليست انها ليست بكثرة مالها، مش لازم يجيب هدية غالية قوي، مش شرط، ممكن يكون شيء بسيط جدا، ولكنه مع طريقة التقديم والكلمة الطيبة يصل الأمر إلى أن يكون عند المرأة أغلى من الذهب. يعني سيدنا علي رضي الله عنه أهدى لفاطمة رضي الله تبارك وتعالى عنها سواكا، سواك بقد إيه؟ 75 قرش مش كده؟ هات أنت بجنيه ولا بجنيه وربع عشان يبقى غالي شوي. فأهدى إليها سواكا، شيء بسيط، ولكن انظر كيف قدمه لها. أهداها إليه فلما استعملته قال أما تخشى يعود الأراك أراك،
فلو كنت من أهل القتال قتلتك فلم يفز بثغرها يا سواك سواك. شو كامل حلو يسوي قد ايه السواك ده بقى؟ مفيش حاجة تقدر بيه في الدنيا. شوف الكلمة عود الأراكي اللي هو ليه؟ عود السواك شجر الأراكي اللي هو شجر السواك. قال أما تخشى يعود الأراكي أراك فلو كنت من أهل القتال قتلتك فلم يفز بثغرها يا سواك سواك. الثغر اللي هو ليه؟ الفم. واحد بقى زي حالتنا كده الشيخ محمد حسان حفظه الله ذكر هذه الحكاية فقال لك أعمل شاعر أعمل شاعر بقى النهاردة وراح طلع على طول من المسجد اشترى سواك وراح مده لها خدت السواك حطيته وعايز عايز يستعمل السواك عشان يقول البيتين اللي حافظهم حطيته يخش ويطلع وفين السواك محطوط. تاني يوم ثالث يوم رابع يوم كأنها حلفت ألا تستخدم السواك هذا الأسبوع. عدى أسبوع وعدى الثاني فصاحبنا داخل مرة لقاها بتستعمل إليه السواك بس بدور على البيتين اللي كان حافظهم نساهم. حفظتوهم ولا نسيتوهم؟